السلام عليكم، ازيكم الاخبار؟ هكلمكم النهارده عن حاجه مهمه جدا. الاول حابب اعرفكم بنفسي، انا زياد زين، طالب هنا في كليه طب اسنان جامعه المنصوره، ويعني بعمل فيديوز على قد كده على يوتيوب وعلى فيسبوك، ويعني بادئ ان انا ابقى فوتوغرافر بس لسه ما بقتش. يعني الحكايه بتبدا من اولى ثانوي سنه 2018. الموضوع بدا ان انا عايز ابقى حد مؤثر، عايز ابقى انفلونسر بس بمعناه الحقيقي، عايز ابقى شخص فعلا ياثر على الناس، اللي هو يترك اثر ايجابي يعني زي ما بيقولوا. فبدات ان انا اعمل فيديوز. فيديوز عن ايه بقى؟ انا مش عارف. بدات اعمل فيديوز عن الصلاه، فيديوز عن الادمان، فيديوز عن المخدرات، فيديوز عن التدخين، بس كان كلها بتبقى بشكل عشوائي جدا. فاكر ان انا اول ما بدات نزلت ريل على الانستجرام كانت عن السوفت سكيلز، يعني اصلا لا حاجه مالهاش علاقه اصلا باللي انا كنت بتكلم فيه حالا ده، واصحابي طبلوا لي جدا، واللي هو قشطه عاش وكمل، وجابت 200 لايك، وانا كنت بقى اللي هو مبسوط قوي، ايه ده 200 لايك؟ ده في حوار. بعد كده نزلت الفيديو الثاني، ثالث، رابع، والفيوز عماله تقل، بدل ال 200 لايك دول بقى 20 مثلا، واللي هو ايه يا جماعه، ما عادش بيتابعني حد تاني الا ابويا وامي. المهم تيجي عليا ثالثه ثانوي، ولا يوم فجاه في البيت، زياد انت لازم توقف موضوع الفيديوز ده. ليه؟ يعني ليه اعمل كده؟ لا معلش، انت لازم عشان تركز لازم تسيب كل حاجه وتهجر كل متاع الحياه ويلا بينا عشان تذاكر. فقمت ساكت كده، طيب يا جماعه ماشي انا موافق قشطه عادي. واسيب الفيديوز خالص وابدا ان انا اذاكر، بذاكر بس. الحياه بالنسبه لي بقت ان انا بصحى اذاكر انام، اصحى اذاكر اكل انام. بعد كده يجي وقت اللي هو يعني انا خلاص انا سبت الفيديوز اللي هي حاجه اصلا انا بحبها، وبالمناسبه اصحابي كانوا مبسوطين بقى بالقرار ده جدا، اللي هو قشطه ده انت 100 100، اصلا ما كانوش مبسوطين اصلا باللي انا بعمله. تعدي عليا ثالث ثانوي واجيب الحمد لله مجموع عالي جدا. طيب ادخل بقى بي اي اس ولا فنون جميله؟ لا انت هتدخل طب. طب يا جماعه الكار ده مش كاري، مش حابب اصلا الموضوع. لا انت هتدخل طب. من هنا ومن هنا اتفقت معاهم ان انا هدخل اسنان. بس اول ما دخلت الكليه سالت نفسي سؤال كده، واللي هو يعني هل انا هفضل طول حياتي كده؟ هفضل طول حياتي ان انا بذاكر بس؟ لقيت ان الاجابه لا. اول حاجه عملتها كان وزني اصلا في ثالث ثانوي زاد جدا، اللي هو وصلت 103 كيلو، اللي هو حاجه كتير عليا اصلا. فاول حاجه عملتها ان انا بدات ان انا انزل وزني ده خالص. اول حاجه عملتها اللي هي الرياضه، يعني بدات بقى ان انا العب رياضه، ابدا ازور اهلي ويكون حاجه روتينيه، ابدا ان انا انزل بالسكيت بالعجله، ابدا ان انا اقرا قران، ابدا ان انا اقرا كتب، كل دول ماشيين مع بعض بانتظام مع مذاكره الكليه. والحمد لله سنه اولى عدت وجبت امتيازي، اللي هو طب ازاي؟ بدات بقى ان انا اصور فلوجز اصلا في نهايه سنه اولى كده، ابدا اصور اليوم بتاعي، انا عملت، صحيت من النوم عملت كذا 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 كذا، ونزلت وعملت مش عارف ايه، ونزلت التمرين ونزلت الجيم ونزلت مع اصحابي. الناس بدات تسالني كده اللي هو يا اسطى هو انت يومك 60 ساعه ولا ايه؟ لا هو انا يومي مش 60 ساعه، بس الفكره في حاجه، انا يومي زي زيك بالظبط 24 ساعه، بس انا بعرف انظمهم. انا بنام 8 ساعات باقي معايا 16 ساعه، نفس ال 16 ساعه اللي باقيين معاك. بعمل ايه بقى في 16 ساعه دول؟ 16 ساعه حاجه كتير جدا، يتعمل فيهم حاجات كتير قوي. ال 16 ساعه يعني اهم حاجه عملتها، الاول اللي خلاني ان انا اعرف انظم 16 ساعه دول كتابين، كتاب فن اداره الوقت وكتاب ذا اتوميك هابتس العادات الذريه. الكتابين دول بجد يعني اكتر كتابين اثروا في حياتي تقريبا. بعمل ايه بقى؟ اول حاجه بعملها خالص بعمل تو دو ليست. انا بصحى كده من النوم، انا المفروض ان انا ورايا كذا 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 كذا، والحاجات دي مترتبه بالاولويه، مكتوب فوق كده اولويه رقم واحد كذا، دي اهم حاجه بصحى اعملها، بعد كده كذا، بعد كده كذا. تاني حاجه بعملها، بعمل ايه؟ ان انا براكم الحاجات اللي ورايا، مش براكمها ما بعملهاش، براكمها. اللي هو مثلا انا نزلت اهو، المفروض ان انا رايح الجيم، بعد كده عندي كليه، وبعد الكليه المفروض رايح مثلا ازور حد من اهلي، بعد ما ازور حد من اهلي نازل مشاوير للبيت، بعد كده رايح مع حد من اصحابي. فانا الى حد ما انا براكمت الدنيا ورايا، وبراكم برضو الدنيا جوه البيت. ان انا جوه البيت مثلا انا صحيت اهو الصبح، رابط بقى، بربط الحاجه بوقت. يعني مثلا انا بصحى الصبح اول حاجه بعملها ان انا بشرب مثلا نسكافيه، وانا بشرب نسكافيه
انا لازم اميديتيشن في البلكونه اقف كده ما اعملش اي حاجه ابص بس على الشارع بس دول بيفصلوا دماغي ويخلوني اعرف اركز في اللي بعده. بعد ده على طول انا حاطط وقت القراءه اللي هو انا كده خلاص ربطت بعد ده موجود وده كده كده اللي هو شرب النسكافيه ده كده كده حاجه ثابته معايا كل يوم فانا كده اكيد خلاص هقرا. وممكن برضه على فكره تعملوا حاجه زي كده حاجه مثلا تكونوا بتعملوها كل يوم ولتكن مثلا صلاه العصر انا بصلي العصر كل يوم فانا خلاص بعد صلاه العصر هروح العب رياضه مثلا. وحاجه برضو مهمه جدا بتفرق معانا في يوم الوقت جدا ممكن تفرق اللي هو بنسبه 50% مثلا وقت الفجر بجد يعني وقت الفجر ده الناس في العادي طبعا بتصحى الساعه 7 او 8 انا بحاول ان انا اصحى الساعه 3 او 4 فانا كده اصلا صاحي قبل ما الشخص العادي يصحى باربع ساعات. اربع ساعات دول انا ممكن اعمل فيهم حاجات اللي هو انا والله العظيم بجد ساعات بيعدي عليا لحد ما الظهر يجي كده اللي هو ايه ده هو اليوم ما بيخلصش ليه؟ اكون عملت حاجات كتير قوي اللي هو انا صحيت وذاكرت وخلصت اللي ورايا منتجت فيديو مثلا عملت كل ده ولسه اصلا الوقت ده ما عداش. لو نمت بقى وقت الظهر ده ساعه وصحيت انا بقى معايا يومين اساسا. ووقت تاني برضه كمان بستغله وده يعتبر وقت ضايع هو وقت اصلا مرمي بعيد جدا. وهو وقت المواصلات وقت مثلا قعده الحلاق وقت القعده عند الدكتور الوقت ده ما حدش باين فيه اي حاجه لو انت بتبقى قاعد اصلا كده يا اما انت قاعد باصص في السقف مستني الوقت يعدي يا اما قاعد بتسمع اغاني انت ما بتعملش الا الحاجتين دول. انا بقى بعمل ايه؟ بيبقى معايا كده كده الموبايل موجود معايا بودكاست بسمع بيبقى اتنين بيتكلموا بستفيد من الحوار اللي هما بيتكلموا فيه بقرا قران مثلا لو ورايا امتحان بذاكر له ومعايا كتاب كده كده في الشنطه ده موجود معايا حتى الشنطه موجوده هنا مع خالد صاحبي فيها كتاب ده كده كده موجود معايا في اي وقت اي وقت بفتح ايه ده الوقت ده فاضي فبفتح اقرا. فيبقى الوقت ده ما ضاعش مفيش حاجه اسمها الوقت ده ضاع لا هو كده ما ضاعش انا استغليت كل دقيقه تقريبا في اليوم انا استغليتها. وحاجه برضو بعملها ان انا دايما ببدا بالحاجه الصعبه في اليوم عشان كده الحاجه الصعبه دي عايزه تركيز وبعد ما اعمل الحاجه الصعبه بحاول ان انا اعمل حاجه انا محتاجها ولتكن مثلا زي المذاكره بعد كده حاجه انا عايزها زي مثلا ان انا افطر او حاطط فيديو يوتيوب مثلا 10 دقائق افصل بيه بعد كده ارجع اشوف ايه اللي بعدها عشان ابدا اعملها بتركيز. وحاجه برضو بعملها جامده جدا بتفرق معايا قوي ان انا لو عايز اعمل حاجه جديده او ادخل حاجه حياتي بعملها لمده 10 دقائق 10 دقائق بس هبدا مثلا اقرا انا ما بقراش وعايز اقرا هقرا 10 دقائق او انا هقرا صفحه هقرا صفحه واحده هبدا ان انا اقرا قران صفحه واحده هبدا ان انا العب رياضه 10 دقائق مش هزيد من كده. وساعات بقى بعمل حاجه اجمد من دي كمان ان انا اورط نفسي طب لو انا مكسل مش قادر اصلا ان اعمل اي حاجه بقوم اكلم حد من اصحابي احنا هننزل نجري الساعه 6 فانا كده بقيت يعني ملتزم بحاجتين ملتزم ان انا لازم اصحى لنفسي عشان اجري عشان العب رياضه وملتزم ان انا اديت لصاحبي كلمه. وده بقى بيرجع دايما لانك تختار اصحابك. يعني فكره ان انت تختار اصحابك دي يعني انت كده كده صاحبك ده انت هتبقى شبهه كمان خمس سنين سواء انت قابيت او رفضت انت لوعيك هيخليك شبهه كمان خمس سنين. صاحبت واحد بيدخن هتدخن كمان خمس سنين. صاحبت واحد مواعيده ملتزمه جدا كمان خمس سنين هتبقى مواعيدك ساعه. انت لازم تبقى عارف ده كويس فانت لازم ان انت تختار اصحابك ولازم ان انت تقول لا حاجه انت شايفها مش مناسبه معاك مش مناسبه يومك صاحبك مثلا انت قاعد مثلا بتذاكر صاحبك كلمك ما يلا معلم ننزل لا انا مش فاضي. اولوياتك اهم اولوياتك ووقتك اهم من كل ده. ده بالنسبه لانك لازم بجد تقول لا انا ده مش مناسبني فانا اسف يعني مش هعرف وقت تاني مش عيب مش عيب خالص. واخيرا حاجه بجد تعتبر مضيعه وقتنا كلنا اللي هي مفرتكه اصلا حياتنا وهي السوشيال ميديا. يعني زي مروان قالت لكم من شويه ان السوشيال ميديا الناس بالنسبه لنا بتبقى مثاليه عليها اوفر قوي هو في بقى حاجه تانية احنا اصلا مش واخدين بالنا منها ان احنا بنضيع على السوشيال ميديا كميه وقت اللي هو احنا اصلا بنصحى من النوم ساعه قبل ما ننام ساعه بعد الغداء ساعه بنيجي كده في اخر اليوم نلاقي نفسنا ضيعنا خمس ست ساعات بلا اي شيء. انا فاكر ان انا بعد ما خلصت ثالث ثانوي كنت طبعا في ثالث ثانوي بقى اللي هو جد واجتهاد وكده بعد ما خلصت بدات ان انا بمسك الموبايل ب 11 و12 ساعه اللي هو ثانيه كده انا مسكت الموبايل 12 ساعه بيبان لي ان انا مسكت الموبايل 12 ساعه ده وقت كتير قوي وقت كتير جدا. بعمل ايه بقى عشان اعالج الموضوع ده ان انا احاول ان انا اقلل الوقت وكده او اللي انا عملته يعني شفت فيديو لواحد هو واحد بيعمل كونتنت على يوتيوب اسمه الشعراوي
كان بيقول ان انت ممكن تعمل طريقه كده ان انت بتعمل منبه على الموبايل ان انت تمسك الموبايل ربع ساعه. انت هتمسك الموبايل ربع ساعه، هتسيب قصدي الموبايل ربع ساعه، سوري قصدي هتسيب الموبايل ربع ساعه. انت يا عم بتمسك الموبايل 23 ساعه او 3 ارباع، انت ماسك الموبايل طول اليوم، هتسيب الموبايل ربع ساعه، تعمل منبه كده ربع ساعه مش تمسك الموبايل في ربع ساعه دي، بتزودها بعد كده تخليها نص ساعه، ساعه، ساعتين، هتوصل ست ساعات، ست ساعات انت اصلا مش ماسك فيهم الموبايل. ولما تمسك الموبايل انت بتعمل منبه تاني لمده ساعه، الساعه دي هي اللي انت بتتفقد فيها الدنيا عامله ازاي ومين عمل ايه ومين راح فين، اصحابك، الدنيا دي كلها. الساعه دي كفيله جدا ان انت تشوف فيها تقريبا كل حاجه. وحاجه مهمه برضو ان انت لازم تبدا، يعني هو انا اظن ان في ناس كتير هنا قاعده كانت هتبدا دايت من يوم. كم حد هنا هيبدا دايت من يوم السبت اللي هو المفروض النهارده؟ بس هو اكيد في ناس كتير جدا، في ناس كتير جدا هتبدا دايت من يوم السبت، محدش بدا اساسا. ففي حاجه انا دايما بتبعها كده وهي جمله بيتر ليت ذان نيفر، بمعنى ان انا مثلا ورايا 10 تاسكات هيخلصوا النهارده، انا خلصت منهم 8، انا اليوم ظبط معايا، انا اليوم ظبط معايا. المفروض ان انا ذاكرت 8 شباتر، ذاكرت منهم 6، انا 100 100. فاكر ان انا لما كنت في اخر امتحانات اولى كليه انا كنت زنقت نفسي زنقه وحشه جدا في الاخر، فجيت اخر شهر لقيت ان انا في كميه كبيره من المنهج عايزه تتذاكر. هو انا كنت بذاكر بس مش اللي هو المذاكره اللي هي يعني، فجيت لقيت ان انا في حاجات كتير قوي عايزه تتذاكر. طب انا كده هسيب التمرين؟ لا، انا مش هسيب التمرين، انا هتمرن كل يوم لمده ربع ساعه. هي الربع ساعه دي ما تعتبرش اي حاجه، واللي هو اصلا مش شيء ربع ساعه دي. وكان في ناس بتضحك اللي هو انت عبيط يا ابني تتمرن ربع ساعه؟ هتمرن ربع ساعه، والربع ساعه دي على فكره كانت كفيله ان انا افضل محافظ على وزني من اول يوم، من اول يوم بذاكر فيه لحد اخر يوم بذاكر فيه ولحد الامتحانات، وطلعت بوزني عادي جدا. فبس كده، ده ومش عايز اطول عليكم. فزي ما قلنا هلخص لكم الدنيا كده سريعا، لازم نعمل تو دو ليست، نبدا بالحاجه اللي ليها اولويه، نراكم الحاجات ورانا، وقت الفجر، وقت المواصلات، اختار اصحابك، ما تنساش ان انت تقول لا على حاجه مش مناسباك. والسوشيال ميديا، سوشيال ميديا، سوشيال ميديا. بس كده، انبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده.